اهلا وسهلا بكم خوتي، تحيه للصحافه اللي كيساندونا وكيساعدونا باش نبانوا في احسن حله واحسن وجه. وبغيت نقول لكم حنا كنتواجدوا في مهرجان العنب الدوره رقم 12، يعني كانت الاجواء شي حاره وكانوا جماهير زوينين بزاف. لهذا المهرجان هذا كيحتضن عده من الفنانه، كعبد الخالق فهيد، حاتم الادار، بالتنسيق ديال شرقي السروتي والناس الزوينين اللي كيشاهدونا تما. الحمد لله هذا السبيكتاكل ديالي رائع جدا، وتفاعل مع الجمهور جد رائع. وافيك ان نوفو سكيتش، وكنتمنى نكون خفيف ظريف. وشكرا لكم والصحافه اللي كدعمنا، ميرسي. كتشوفوا المشاركه ديالك في ستاند اب؟ الحمد لله كان الباساج ديالي في ستاند اب من البروميير بارتي ديالو سكان لو فينال كان داكشي زوين بزاف، كانت لابارتي كلها زوينه. واخا ما قاليش 20 مليون يعني كتقالي حب الناس اللي هو تخي بويسون باش تربح. ميرسي بوكو، علي اغوفوار اوتخوفواي.